أعلنت السلطات الموريتانية العام 2015 عاما للتعليم، ويرصد سنويا عشر الميزانية العامة لهذا القطاع، أي ما يناهز 40 مليارا من الأوقية. تقول الإحصائيات إن عدد التلاميذ في موريتانيا وصل 700 ألف تلميذ، يتوزعون على حوالي 4000 مدرسة، من ضمنها 519 خصوصية. وحسب الأرقام الحكومية فإن نسبة 73% من مدارس موريتانيا تعاني عجزا في البنى التحتية، ولا تتوفر إلا نسبة 40% من الكتب المدرسية المطلوبة. نسبة الالتحاق بالمدارس تصل 40%، وحسب إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التعليم فإن نسبة التسرب المدرسي في صفوف التلاميذ من الجنسين تتراوح ما بين 33% إلى 50% في المرحلة الابتدائية، وتصل 40% في الإعدادية والثانوية. ويعتبر الأطفال القرويون على رأس قائمة ضحايا التسرب المدرسي بنسبة 82% من مجموع المنقطعين عن المدرسة، و 74% من هذه النسبة فتيات. قطاع التعليم في موريتانيا شهد 5 إصلاحات بدأت عام 1959، والذي أعاد الاعتبار للتربية الإسلامية والعربية بعد أن كان المستعمر يسيطر على مختلف مفاصل العملية التعليمية في البلد. إصلاح 67-900 ألف سار في ذات المنحة، حيث اعتمد تعريب السنة الأولى من التعليم الأساسي، ليأتي بعد ذلك إصلاح 73-900 ألف، والذي خطى خطوة كبيرة على طريق تعريب التعليم في موريتانيا، وكان من أبرز أهدافه فتح شعبة للأداب الأصلية. بعد ذلك جاء إصلاح 1979، والذي أقر تعريب السنة الأولى من التعليم الأساسي. إصلاح 99-900 ألف كان ختاما لمسلسل إصلاحات التعليم في موريتانيا، ويرى العاملون عليه أنه هدف إلى تقويم اعوجاجات ما سبقه من إصلاحات. ومن أبرز النقاط التي اعتمدها توحيد النظام التربوي للقضاء على نظام الشعبتين، واتخذ جملة إجراءات من أبرزها: زيادة التعليم الإعدادي بسنة، إنشاء كليات ومعاهد جديدة، فيما يرى مراقبون أن الإصلاح المذكور لم يجد الأرضية الملائمة له. إصلاح 99 جاء هناك حاجة لإصلاح كأي وقت، والحاجة اللي كانت الأكبر ويمكن أن نقول الحسنة الأهم لهذا الإصلاح، أنه حاول أن يوحد بين منظومتين متناقضتين كانتا تبنى على هذه الأرض، معناها تربية جيلين منفصلين تماما، جيل مفرنس 100% وجيل معرض 100%. لا ذلك تشكل اللغة الثانية أي تأثير على تقدم الطلاب فيه، ولا هذا تمثل اللغة الأخرى
تأثيرا على حصوله. معنى يمكن للشخص أن يحصل على أعلى شهادة وهو لا يبين مثلا في اللغة العربية، وكذلك باللغة الفرنسية التي هي كانت لغة انفتاحة كما هو معروف. من هذه الزاوية هذا الإصلاح يعد ضروريا وأساسيا، وهو الوحيد الذي من شأنه أن يعيد تجانس المنظومة التربوية. لكن ما الذي حدث بالفعل؟ ما حدث بالفعل هو أن الإصلاح جاء ليجد أمامه واقعا لا ينسجم بما يريد الإصلاح تحقيقه من أهداف، من حيث الطاقم البشري الذي كان معربا في 70% منه، وكان من ضروري تحويل هذه 70% من معرب إلى مفرنس، لكن هذا لا يمكن أن يحدث بجرة قلم، وهو للأسف ما حاول القائمون على التعليم أنذاك فعله. إجراءات اللي كانت مستعجلة اللي مطلوب منها لو كانت اللي عدلت كانت يعود النظام تظهر نتيجة بالعجلة، هي أولا زيادة الوقت بالنسبة للغة الثانية اللي هي العربية والفرنسية، وجعل اللغة ثانية سواء كانت عربية أو فرنسية شرط للنجاح في كل امتحان وكل مسابقة، كل مسابقة وكل امتحان عام تكون فيه اللغة الثانية، والحصول على 5 على الأقل فيها يعود هو اللي الحصول على أقل من 5 فيها يلغي الامتحان ويلغي المسابقة. هذا ما طبق منه شيء. عام 99 من القرن الماضي شهد أيضا اعتماد مقاربة الكفايات في موريتانيا، مقاربة كثر الحديث حولها، حيث ترى الوزارة الوصية أن من شأنها الرفع من مستوى التعليم، فيما يرى آخرون أنها لم تقدم جديدا. مقاربة الكفايات هذه بعد قاع قصر، ما عنده أصل في قوانين التعليم، والإصلاح ما أتكلم عنها في شيء وشنو، ما اسمها الإصلاح شين قال له مقاربة الكفايات، والإصلاح كتابه الأخضر ده هو موجود عندي هون ما يتناول مقاربة الكفايات. بعد منين فاتوا في الإصلاح ومشى رئيس الدولة وعدلوا تعميم في الحوض الغربي وفي ترارزة، وجا هون وشكل شين قال له لجان البرامج، لجان فرعية البرامج خارج لجنة، قال لجنة برامج التعليم الأساسي رئيسها مفتش التعليم الأساسي ثقافة فرنسية، استدعي باطل صدفة الملتقى في بلجيكا مع دلته الفرانكوفونية في تكوين مدة شهر ولا قاعد اثنين على هذا اللي قاله مقاربة الكفايات، وجا هو وطبعا حكمه رئيس لجنة البرامج وحكمه مفتش عام التعليم الابتدائي في ذاك التاريخ طبق هاتوف وعاد قصر هاتوفاتي بحالة هذيك. نحن هنا وصلتنا مقاربتنا، مقاربة كندية طبقت التعليم الأساسي ومقاربة بلجيكية طبقت التعليم الثانوي، وهاتين المقاربتان أيضا دخلتا متسللتين، بمعنى أنهما لم تدخلا من الباب، من حيث أنه لم تجري تجارب، لم نقوم بتجريب هذه المقاربة وملائمتها وموائمتها مع إمكانيات والظروف السابقة للإصلاحات التي كنا نتكلم عنها وظروف منظومة التربوية وقدرات طاقم البشري لم نلائمها مع كل هذا، وإنما بسبب ربما تلك التمويلات دخلنا إلى جوهر المقاربة وأردنا أن نطبقها بحذافرها، وهو ما أدى إلى ما أدى إليه. هذه المقاربة هي طريقة تربوية لا علاقة لها بالمحتويات، هي طريقة تربوية هدفها هو محاولة وضع المعارف، يعني تمهير المعارف، معناها التحكم في المعارف، معناها كيف نتحول من المعرفة إلى المهارة إلى الكفاية، معناها امتلاك السيطرة على المعرفة. وفعلا في الأصل المعرفة أريدت ليفتعل بها، وهذا للأسف كان عندنا فيه نقص، لأن واحد مثلا يعرف، كان عندنا طالب يعرف الفاعل اسمه مرفوع يأتي بعد الفعل،
ولكن إذا أعطيته نص وقلت خط تحت الفعل، لا قد يخط تحت الفعل أو تحت اسم حرف الجر أو شيء من هذا القبيل. هو يعرف هذه المحفوظة بأنه اسم مرفوع يأتي بعد الفعل ويدل على من فعل الفعل، يحفظها ولكنه لا يعرف معناه. كانت مقاربة الكفايات لتنزيل هذه المعارف إلى مستوى التطبيق. التكوين وتحسين خبرات الأساتذة والمعلمين يعد عقبة أخرى في طريق التعليم بموريتانيا، ولعل التعليم الخصوصي هو الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، إذ أن ما يزيد على 2000 من أساتذة ومعلمي هذه المدارس لا يتوفرون على رخص للتدريس، وتقول الجهات الوصية إنه سيتم فصلهم. التعليم الخاص في موريتانيا والذي توجه له اتهامات كثيرة، يعمل فيه 7142 ما بين أستاذ ومعلم، من ضمنهم أكثر من 270 أجنبي في 519 مدرسة. يرتاد التعليم الحر في مرحلة الابتدائية أكثر من 68,000 تلميذ، ويرتاده أكثر من 58,000 تلميذ في الثانوية. ويرى متابعون أن التعليم الحر يلعب دورا بارزا في تدني مستويات التلاميذ، فيما يدفع أصحابه الكرة عن ملعبهم. التعليم الخاص أنه في نوعين من الأساتذة المعلم، فيه أساتذة من القطاع العمومي عندهم جداول في التعليم العمومي، وبالتالي منهم عنده وقت يكملوا في التعليم الخاص، وهؤلاء جميعا عندهم شهادات وخريجين إما من مدارس عليا للتعليم كالمدرسة العليا للتعليم أو مدرسة تكوين المعلمين على الأقل، وبالتالي يتمتع هؤلاء بمؤهلات من مؤهلات أو شهادات على الأقل تسمح لهم بمزاولة عملهم في القطاع الخاص. النوع الثاني وهو حملة الشهادات. بالنسبة لحملة الشهادات، هؤلاء ما يقدروا يقروا في التعليم الخاص، يكون إلى عادوا عندهم شيء ينقالوا إذن تدريس من لدن إدارة التعليم الخاص، وبالتالي إذن التدريس هذا ما يقدر يطلع أستاذ الحاصل على الشهادة، يكون إلى عاد عنده شهادة وعنده مؤهلات وقدرة على مزاولة العمل. الامتحانات الوطنية تشكل مفترق طرق في حياة أي تلميذ، وخصوصا الباكالوريا التي تعد جسرا يعبر من خلاله التلميذ من المرحلة الثانوية إلى التعليم العالي، لكن الوصول إلى الضفة الأخرى للتعليم بموريتانيا ليست بتلك السهولة دائما، فنسبة النجاح في الامتحان الأهم ظلت وفية لعتبة 10% في السنوات الأخيرة، وهي التي تجاوزت نسبة 58% عام 74 من القرن الماضي، وهو أول عام يشهد إجراء البكالوريا في موريتانيا. لكن أعداد الناجحين بدأت في التضاؤل سنة بعد أخرى، إلى أن وصلت 8% في عام التعليم 2015، وتتعدد تفسيرات أصحاب الاختصاص لهذه الظاهرة. أهم الأسباب هو نسبة المشاركة في البكالوريا، فهذه النسبة طائلة وهائلة ولا تناسب أيضا المردودية التعليمية الحاصلة، ولذلك يمكن بإجراء بسيط وهو قد اقترح منذ سنوات وتم تجربه في بلدان أخرى، وهو التعويل على امتحان تمهيدي يكون بمثابة تصفية لكل من أراد الترشح، حتى لا يشارك في الامتحان الحقيقي للبكالوريا إلا من كانت لديه مؤهلات معينة،
تسمح له بأن يشارك فيها. المرحلة السابقة كان فيها نظام الإقصاء في البكالوريا يقضي بأن كل من تنزل درجته عن 3 درجات يقصى حتى ولو حصل على معدل 10 أو معدل 12. الإصلاحات الأخيرة التي أدخلت سنة 2010 قضت بأن يسمح للمقصيين إذا حصلوا على معدل معين بأن يتقدموا إلى الدورة الثانية، وأن الإقصاء ب5 درجات يقصي من الدورة الأولى لكنه لا يقصي من مشاركة في الدورة الثانية، والدورة الثانية يكون يلغى فيها الإقصاء. وبالتالي فنسبة النجاح الحالية إذا ما قورنت بالأوضاع السابقة فهي ليست كمان ليست ب فهي أقل مما هي عليه الآن في الحقيقة. مديرية الامتحانات والتقويم الجهة الوصية تقول إنها تبذل ما أوتيت من أجل رفع نسبة الناجحين في السنوات القادمة عبر إجراء امتحان تحضيري يخول النجاح فيه لصاحبه المشاركة في امتحان البكالوريا. هذا العام سنفتح يعني بعد أيام قليل سنفتح يعني التمهيدي البكالوريا، وهو يعني امتحان يعدلوه الناس اللي مثلا ما تقرأ في التعليم العام ولا التعليم الخاص ولا قضموا اللي ترشحت البك، خاصة حد عنده مستوى. وأذكر مثلا وأذكر أخص بذكر المحاضرة مثلا إنه يفتحوا لهم العام التمهيدي هذا العام إن شاء الله بعد أيام قليل وياك، وينفتح لهم امتحان في المواد الأساسية المعروفة يعني بالنسبة للآداب الأصلية، يعني يفتح لهم في العربية والفكر الإسلامي والتشريع، وبالنسبة للعلوم لا يفتح لهم بالعلوم والرياضيات والفيزياء، والرياضيات نفس الشيء العلوم والرياضيات والفيزياء. إذن هذا تمهيدي حد نجح فيه لاهي العام الجاي إن شاء الله ويحق له أن يعدل البكالوريا 2016. إذن هذا مفتوح للعام إن شاء الله لا يعدل، وله سنوات لياسم السنوات كان مقطوع ما كان خالي، وهذا طبعا موجود في النصوص اللي نظم البكالوريا وسنحيه هذا العام. الاختلاس في الامتحانات عموما والوطنية خصوصا كان أحد العقبات التي تقف في سبيل التعليم، والتي يرى البعض أنها ضربته في مقتل. وجاء تسريب مادة الفيزياء في البكالوريا 2015 ليفيض كأس عدم الرضا الممتلئة أصلا. مصحح البكالوريا يوجه إليهم البعض أصابع النقد ويحملهم جزءا من المسؤولية عن انخفاض نسب الناجحين، إذ يرى كثيرون أن تركيزهم على كم الأوراق المصححة بدل توزيع النقاط على الإجابات ومراعاة الدقة في ذلك. ظروف تصحيح البكالوريا ليست على ما يرام، لكن المسؤولية فيها لا تعود للأستاذ وحده. فالأستاذ يعطى كما كبيرة من الأوراق ويطلب من الأساتذة كمجموعة أن يصححوها في وقت وجيز، ويتفاوتون في المسؤولية، منهم من يقرأ الأوراق بعناية ويصحح ببطء، ومنهم من ينظر إلى الورقة نظرة عامة ويعطي درجة قد لا تعبر عن مضمون الورقة فعلا. والمسألة في هذه الحالة ليست على ما يرام، ربما يكون هناك نقص في العدد به لعدد الأساتذة الذين يدرسون السنوات السوابع، عددهم ما يقدر يغطي تصحيح البكالوريا، لذلك تلجأ الإدارة إلى أخذ الأساتذة الذين سبق أن صححوا السنة الماضية، والأساتذة الذين يمولي يدرسون السنوات السوادس لأنهم قريب من البرنامج، وبالتالي يتم يعني تكملة العدد عن طريق هذه المجموعتين
وذلك طبعا بالتنسيق مع مفتشي العام للتهذيب الوطني. لأن هذه الطريقة التي يتم بها التصحيح، يتم اختيار المصحح. والتلميذ ورقة كل تلميذ تتعرض إلى تصحيحين على الأقل، معناها أن أي ورقة سيتم تصحيحها عن طريق أستاذين ولاهم موجودين في نفس القاعة، يعني في قاعتين مختلفتين، ولا فيهم اللي عرف اللي أعطى الثاني. مشاكل متعددة وعقبات كثيرة تقف حجر عثرة في وجه تقدم التعليم في موريتانيا، وهو ما يتطلب أخذ رأي أصحاب الاختصاص للخروج بالقطاع من عنق زجاجة التردي التي لازمها على مدى سنوات من الضياع كما يقول المهتمون به. جعل اللغة الأصلية لغة الأم هي اللغة على الأقل في الابتدائي. الابتدائي تلميذي لما قاملين بعد عاد يعرف لغته هو من نفسه، ما يرجع عليه في الأشياء الأخرى. أحسن نظام شفته في المجال هو في مصر، الابتدائي كامله عربي والإعدادي فيه لغة أجنبية، والثانوي فيه لغتين أجنبيات، والجامعي اللي عادل في الكليات النظرية يعد فيها ثلاث لغات، لغتين أوروبيات ولغة شرقية والله غربية. ينبغي خلق منظومة تربوية متماسكة جادة تكفل بأن يكون هناك برنامج دقيق هادف، وأن يقدم بشكل دقيق، وأن يراقب عليه ويراقب على المراقبين بطرق مختلفة حتى يصل يؤدي كل عمله ويصل كل شيء إلى مبتغاه. يجب أن يوفر للأستاذ ظروف سكن وراتب مريحة ومجزية حتى ينسجم تواجد من يدرسون بالعربية وبالفرنسية في نواحي موريتانيا كافة. مراجعة الخريطة المدرسية وفتح مراكز بعدد ما يسمح به المعايير الحقيقية لفتح المركز، هذه أيضا ستحد من هذه الفوضوية وستؤدي إلى إغلاق تلك المراكز التي أنشئت لسبب غير نزيه. وسند هذا التعليم الناس أكفاء وطنيين يمتلكون الثقافة والخبرة في هذا المجال، وتعطى الوسائل المناسبة، سواء هذه الوسائل كانت كما قلت في رواتب، في بنايات، في أدوات، في زي موحد، في 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 هذه الأمور لا بد أن توفر، ولا بد أن تعطى العناية، ولا بد أن يتأكد من أنها رهان الحياة، رهان النهوض بهذه الأمور، رهان التنمية. وأي تفريط فيها هو إنهاء المنظومة الوطنية. تكاثرت المشاكل على قطاع التعليم، فما يدري القائمون عليه ماذا يصلحون ومن أين يبدأون؟ أهو بالبنيتين التحتية والفوقية أم بالقطاعين العمومي والخصوصي؟ أم بإعادة الاعتبار للمعلم والالتفات لمن كاد أن يكون رسولا؟ أم أن التعليم في سنته يحتاج إلى أكثر من ذلك، خصوصا أنه الطريق الوحيد إلى الإصلاح؟